إذا بسم الله الرحمن الرحيم، إطار دور التفاعل التي ننشره على صفحتنا يعني على قناتنا على اليوتيوب، سعيا منا إلى يعني استهداف أكبر فئة ممكنة من التلاميذ والتلميذات، وخصوصا منهم في هذه الفترة بالذات تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المقبلين على امتحان اجتياز امتحان الإشهادي. إذا كما سبق ونشرت في البرنامج سالفا، فالدرس الأول سوف يتمحور حول درس معادلة المترجحات، وسوف نبدأ يعني هذا الدرس سوف نقسمه عفوا إلى جزئين. الجزء الأول سوف يتمحور حول المعادلات، والجزء الثاني عن المترجحات، وبطبيعة الحال سوف نركز كل التركيز على الأسئلة التي توضع يعني أيام يعني في الامتحان، والتي سوف تجدونها يعني بنسبة 99%. إذا فتعريف أول للإشارة، فدرس المعادلة والمعادلات يعني من الدرجة الأولى بمجهول واحد، سبق وأن تطرقنا إليهم في السنوات المنصرمة. إذا معادلة الدرجة الأولى بمجهول واحد، من طبيعة الحال تعريف إذن فكل عبارة تكتب على شكل، كل عبارة تكتب على شكل AX plus B إيجال C تسمى معادلة، من الدرجة الأولى بمجهول واحد. بطبيعة الحال فالمجهول هنا هو إكس. إذا مثال سوف نعطي أمثلة على ذلك، اثنان إكس زائد ثلاثة تساوي أربعة، تفضل عبارة عن معادلة من درجة أولى بمجهول واحد. إذن حل المعادلة طب ما معنى حل هذه المعادلة؟ فحل المعادلة يعني تحديد جميع حل المعادلة يعني تحديد قيمة إكس، قيمة العدد إكس التي تحقق
المتساوية بطبيعة الحال اكس زائد بي كتساوي سي. اذا سوف بطبيعة الحال نقوم بحل المعادلة التي وضعناها في السؤال الأول. إذن حل المعادلة 2x زائد 3 تساوي 4. فالمبدأ العام هو يعني لحل المعادلة نكتب الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف. إذا شريطة يعني تغيير إشارة العدد عندما نغير يعني مكانه. إذا 2x زائد 3 تساوي 4، يعني أن 2x تساوي 4 ناقص 3، لأننا قمنا بتحويل 3 لهذا الطرف، يعني 2x تساوي 1. إذا x تساوي، هنا لدينا 2 في x يعني 2 في x، دونك سوف نحولها لطرف آخر، سوف تصبح يعني مقسوم على بمعنى 1 على 2. إذا حل المعادلة هو حل هذه المعادلة هو 1 على 2. هنا يطرح السؤال، عدد كبير من التلاميذ يسأل عن هل نكتفي فقط بكتابة x تساوي أم يعني من الضروري كتابة العبارة؟ إذا الجواب واضح، فعندما نكتفي بهذا التعبير فقط نكون قد حددنا قيمة x التي تحقق المتساوية، في حين طلب منا في السؤال حل المعادلة، وبالتالي يعني يجب كتابة هذه العبارة. سوف نعطي مثال ثاني. x ناقص 1 على 3 زائد 2x زائد 1 على 2 تساوي 1. إذا فكما تلاحظون هذه المعادلة مكتوبة على شكل كسر، مكتوبة على شكل كسر. إذا هناك عدة طرق لحل هذا النوع من المعادلات، سواء بتوحيد المقامات أو هناك طريقة أخرى، طريقة سهلة وسهلة جدا تمكننا بالتخلص بشكل نهائي من المقام، ألا وهي سوف نضرب جميع أطراف متساوية في المقام المشترك والذي هو 6. إذا سوف تصبح 6 على 3 عامل x ناقص 1 زائد 6 على 2 عامل 2x زائد 1 تساوي 6 في 1. إذا هنا سوف نختزل، تصبح 2 عامل x ناقص 1 زائد 3 عامل 2x زائد 1 تساوي 6. سوف نقوم بالنشر. إذا 2x ناقص 2 زائد 6x زائد 3 تساوي 6، دونك 5x زائد 1 تساوي 6، عفوا دونك 7x. إذا كما تلاحظون معادلة بسيطة جدا يعني يمكن يعني حلها بسهولة، أي 7x تساوي 6 ناقص 1 7x تساوي 5x.
خمسة إكس يساوي 5/7. ومن طبيعة الحال يجب كتابة العبارة حل هذه المعادلة هو حل هذه المعادلة هو 5/7. إذا سوف يعني نقوم بوضع التمرين والإجابة عليه فيما يعني تجدر إشارة بالنسبة لكم. من الأفضل يعني عمل بوز للفيديو، كتابة التمرين، محاولة الإجابة عليه، بعد ذلك يعني الاطلاع على. إذا فالتمرين كما ترون فهو تمرين بسيط وبسيط جدا، يعني موجود على الانترنت يمكن الاستعانه به. دونك فهذا التمرين وضعته من اجل الاستئناس فقط، لان هذا النوع من المعادلات سبق او ان يعني يعني كما قلت تطرقنا لهم في المستويات الثلاث. اذا فحل هذه المعادله معادله سهله جدا، سوف نقوم بتقسيم بدايه هذا حتى يسهل علينا. طب حل المعادلة اثنان اكس زائد 5 تساوي 27. دونك فكرة بسيطة يعني كما قلت في البداية، يعني يجب فقط يعني كتابة الأعداد المجهولة في طرف والمعلومة في طرف، شريطة تغيير يعني إشارة العدد عندما نقوم بتغييره من طرف إلى آخر. إذا 27 ناقص 5 وهي 22، إكس يساوي 22/2، أي إكس تساوي 11. يعني حل هذه المعادلة هو 11، حل هذه المعادلة هو 11. إذا مثال ثاني، 6 إكس زائد 3 تساوي 11 إكس ناقص 1. نفس الشيء، العدد المجهول في طرف والمعلومة في طرف تساوي -1 -3، أي -5 إكس تساوي -4 إكس يساوي -4/-5. هنا لدينا -، يعني دونك تصبح إكس يساوي 4/5. دونك اس سوف نكتب اس تساوي فقط من اجل يعني ربح بعض الوقت، لكن انتم يعني اعزائي التلاميذ يعني يجب كتابة العبارة كما هي. اذا مثال ثالث، 2 زائد 2 تساوي 1 ناقص إكس على 6. فهنا كما قلت بداية يمكن أن نوحد المقام ويمكن أن نضرب أطراف المعادلة في المقام المشترك للتخلص منه بشكل نهائي. إذا المقام المشترك هو 6، تصبح 6/3 إكس زائد 6/2 تساوي 6/6 ÷ 1 ناقص إكس. دونك تصبح 2 إكس زائد 12 تساوي 1 ناقص إكس. هنا الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف. إذا 3 إكس تساوي -11، يعني إكس يساوي -11/3، وبالتالي فحل هذه المعادلة هو إس
هو 11 على 3 ناقص 11 على 3 ظرف. بنفس الشيء سوف ننجز يعني هذه المعادلة. لدينا 3 و6، إذا سوف نضرب الطرفان في 6، سوف ننشر الكتابتين وسوف نحسب، أو سوف نقوم بجداء الوسطان يساوي جداء الطرفان. نفس الشيء في هذا المثال، لن أجيب على 8 يعني كاملا لأن 8 بسيط جدا. فسوف ننشر العبارتين وبعد ذلك العدد المجهول في طرف وعدد المعلوم في طرف. هذا المثال سوف ننجزه لكون يعني بعض التلاميذ يقومون بالخلط في أثناء وجود الجدول المربع. إذن 2 إكس زائد جذر مربع 3 تساوي 5. دونك لحل هذه المعادلة كما سبق أو أن أشرنا إلى ذلك، فيجب كتابة الأعداد المجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف. إذا فهنا يجب التركيز على أنه لا يمكننا في أي حال من الأحوال حساب هذا الطرح، حساب هذا الفرق. دونك 2 إكس تساوي يعني سوف نحتفظ بها كما هي. سوف نكتب x تساوي 5 ناقص جذر مربع 3 على 2. إذا هذا هو حل هذه المعادلة. حل هذه المعادلة هو 5 ناقص جذر 3 على 2 عبارة. سوف نجيب كذلك على المثال الآخر على العملية الأخرى، فهي عملية مهمة أن تحتوي على الجذر المربع. إذا جذر مربع 2 إكس ناقص 5 تساوي إكس. إذا فنفس الشيء أعداد مجهولة في طرف والأعداد المعلومة في طرف كما أشرنا إلى ذلك، يعني جذر 2 إكس زائد إكس تساوي 5. إذا هنا سوف نعمل بإكس، أي تصبح إكس عامل جذر مربع 2 زائد 1 تساوي 5. رغم من الأخطاء الشائعة كتابة جذر 2 زائد 1 إيكالا جذر 3 أو بيان 3. دونك هذه يجب الانتباه، فسوف نترك الكتابة كما هي، أي إكس يساوي 5 على جذر مربع 2 زائد 1. وحل هذه المعادلة يكون هو إس تساوي 5 على جذر مربع 2 زائد 1. إذا سوف ننتقل إلى حل معادلة من نوع AX بلس B عامل BX بلس C. إذا يعني حل معادلة من نوع AX بلس B عامل CX بلس D إيكالا 0. دونك فحل هذه المعادلات يحيلنا على تذكير مهم ومهم جدا، ألا وهو تذكير دونك A
فوا بي ايكالا زيرو. دونك ماذا تعني هذه العبارة؟ هذه العبارة تعني يعني ان ا في بي كيساوي زيرو، يعني ان ا يساوي زيرو او بي يساوي زيرو. وبالتالي دونك فاصبح حل هذه المعادلة سهل وسهل جدا. اذا فحل هذه المعادلة ا اكس بلس بي عامل سي اكس بلس دي يساوي صفر. دونك هو حل كل من المعادلتين ax بلس b ايكالا زيرو و cx بلس d ايكالا زيرو. اذا مثال حل المعادلة 2x زائد 1 عامل 3x ناقص 5 يساوي صفر. مثال بسيط جدا. دونك حل هذه المعادلة يقودنا إلى حل المعادلتين 2x زائد 1 تساوي صفر أو 3x ناقص 5 تساوي صفر. إذا 2x زائد 1 يساوي صفر معادلة من الدرجة الأولى، يعني سبق وأن تطرقنا إليها. دونك تساوي واحد ناقص 1 على 2، و 3x ناقص 5 تساوي صفر، يعني أن x يساوي 5 على 3. إذا المعادلة حلين هما خمسة على ثلاثة و ناقص واحد على اثنان. مثال ثاني حل المعادلة تسعة اكس اس اثنان ناقص اربعة يساوي صفر. فالعبارة على شكل متطابق اهم الثالثة. سوف نقوم بتعمير العبارة اولا. دونك 3x ناقص 2 عامل 3x زائد 2 يساوي صفر. للإشارة فأضف معادلة من الدرجة الثانية لحلها يجب دائما التفكير في التعميل، في حين معادلة من الدرجة الأولى أثناء حلها يجب أن نفكر في النصب. إذن 3x ناقص 2 يساوي صفر أو 3x زائد 2 يساوي صفر. فحل هذه المعادلة هو 2 على 3، أو حل هذه المعادلة هو ناقص 2 على 3. إذا كما تلاحظون فحل المعادلتين حلين هما 2 على 3 وناقص 2 على 3. إذا سوف نقوم كذلك بوضع التمرين. سوف نحاول الإجابة عن يعني أكبر عدد ممكن من العمليات. إذا فالتمرين هو نصيغي مش التمرين يضم عدد من المعادلات. سوف نشير إلى حل طريقة حل بعض منها، وسوف نجيب عن بعض المعادلات منها. إذا أخذنا هذه المعادلة، سوف أغير قلم حتى تخط أكثر. إذا أردنا حل هذه المعادلة فهو حل سهل وسهل جدا، يعني حل هذا الطرف يساوي صفر أو هذا الطرف يساوي صفر. نفس الشيء كما تلاحظون لدينا عامل مشترك، إذا سوف نعمل التعبير قبل الحل. إذا سوف نعمل التعبير قبل الحل. إذا سوف أحاول
التعميم في التعبير وأترك يعني الباقي لكم. إذا لدينا خمسة عامل إكس ناقص أربعة زائد إكس عامل إكس ناقص أربعة تساوي صفر. العامل المشترك هو إكس ناقص أربعة عامل ناقص إكس عامل خمسة زائد إكس، ومعادلة بسيطة يمكن لكم حلها يعني بشكل بسيط، يعني إكس ناقص أربعة تساوي صفر أو خمسة زائد إكس تساوي صفر. إذا لصلت نفس الشيء، حل هذه المعادلة فهي المتطابقة أهم الثالثة إكس أس اثنان ناقص واحد وثمانين تساوي صفر، يعني دونك سوف نعمل إكس ناقص تسعة عامل إكس زائد تسعة تساوي صفر، يعني إما حد هذا العامل يساوي صفر أو العامل الثاني يساوي صفر. هذه المعادلة فهي كذلك متطابقة هامة الثالثة، إلا أنه كما تلاحظون 11 ليس بمربع كامل. إذا ماذا سوف نفعل؟ العملية بسيطة جدا، دونك 2 إكس أس 2 ناقص جذر مربع إذا 11 أس 2، وتصبح المعادلة على شكل 2 إكس ناقص جذر 11 عامل 2 إكس زائد جذر مربع 11 يساوي صفر، يا إما العامل الأول كيساوي صفر أو العامل الثاني كيساوي صفر. نفس الشيء سوف نعمل وتطبق أهم الثالثة. نعم هذا المثال، دونك إكس أس 2 زائد 6 إكس زائد 9 تساوي صفر، فهذه عبارة عن متطابقة أهم الأولى، إكس زائد 3 أس 2 يساوي صفر. دونك إكس زائد 3 أس 2 يساوي صفر، يعني أن إكس يساوي زائد 3 يساوي صفر، وحل معادلة هو حل دونك بسيط جدا. نفس الشيء هذه المعادلة سوف نقوم بتحويل الطرف إلى هذا المكان، يعني من الطرف من اليمين إلى اليسار، وسوف نعمل أننا نلاحظ أننا لدينا 2 إكس ناقص 1، 2 إكس ناقص 1 كعامل مشترك. نفس الشيء فيما يخص هذه المعادلة، نفس الشيء فيما يخص هذه المعادلة سوف نعمل هذا الطرف إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 3 كما تلاحظون لدينا عامل مشترك، سوف نعمل وبعد ذلك نحل المعادلة. هنا ماذا سوف نفعل؟ سوف نضرب طرفي المعادلة في 2 تصبح 4 إكس أس 2 تساوي 4 إكس ناقص 1، ثم سوف نحول بعد ذلك هالطرفين إلى اليسار فتصبح عبارة عن متطابقة هامة الثانية. هذا المثال سوف نجيب إذا إكس ناقص 3 عفوا سوف أقوم باتصال الخط شيئا ما، يعني إكس ناقص 3 أس 2 تساوي 7. إذا كيف سنقوم بحل هذه المعادلة؟ فالطريقة سهلة جدا دونك كما سبق وأشرت إلى ذلك، دونك تساوي إكس ناقص 3 أس 2 ناقص 7 يساوي 0. إذا 7 ليس بمربع كامل، دونك سوف نضع جذر مربع 7 أس 2 تساوي 0. دونك الآن كما تلاحظون أصبحت عبارة عن متطابقة هم الثالثة، يعني إكس ناقص 3 ناقص جذر مربع 7 عامل إكس ناقص 3
زائد جذر مربع 7 يساوي 0. دونك يعني العامل الأول كيساوي 0 أو العامل الثاني يساوي 0. دونك يعني إكس يساوي 3 زائد جذر مربع 7 أو إكس يساوي 3 ناقص جذر مربع 7. دونك المعادلة حلين هما 3 زائد جذر مربع 7 أو 3 ناقص جذر مربع 7. هنا كذلك تدل الإشارة على أن هذا العددين لا يمكن أن نجمع فيما بينهم. المثال الأخير هو مثال خارج المؤرر، لكن يعني ينبغي معرفته. فأط دونك إكس أس 2 زائد 6 إكس زائد 5 تساوي 0. إذا كما تلاحظون لدينا إكس أس 2 زائد 6 إكس يعني 2 في 3 في إكس. إذا كما تلاحظون هذه العبارة يعني شبيهة بمتطابقة الهامة. إذا أضفنا 3 أس 2 زائد 5، دونك أضفنا 3 أس 2 سوف نطرح كذلك 3 أس 2. سوف نطرح 3 أس 2 في العدد الذي أضفناه ونبي طرحه. إذا هذه العبارة الآن أصبحت عبارة عن متطابقة هامة الأولى زائد 5 ناقص 9 تساوي 0. كما تلاحظون سي ناقص 4. دونك إكس زائد 3 أس 2 ناقص 2 أس 2 يساوي 0. دونك هذه العبارة الآن هي كذلك عبارة يعني متطابقة هامة الثالثة، دونك ألا وهي إكس زائد 3 ناقص 2 الكل عامل إكس زائد 3 زائد 2 يساوي 0. يعني أن إكس زائد 1 عامل إكس زائد 5 يساوي 0. يعني يا إما إكس زائد 1 تساوي 0 أو إكس زائد 5 تساوي 0. دونك إكس تساوي ناقص 1 أو إكس تساوي ناقص 5. إذا المعادلة حلين هما 1 وناقص 5. إذا بهذا نكون قد أنهينا يعني درس المعادلات، سواء معادلة من الدرجة الأولى أو معادلة التي تكتب على شكل AX بعامل BX بلس C.